أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ومعانا الدكتور علاء الأصواني الروائي والكاتب الكبير في صفحة الرأي. أهلا وسهلا دكتور. دكتور علاء، حضرتك متوقع أنه تحصل أزمة طبعاً تؤدي إلى حريق جديد، لأنه من يدير المشهد الشخص اللي في إيده الريموت دلوقتي مزنوق بسبب أنه القوى الثورية والوطنية في طريقها إلى أن تقف مرة أخرى متحدة في الميدان كما وقفت وجه حسني مبارك، هتقف قدام عمر. لو حضرتك استرجعت السيناريو اللي اتعمل فينا على مدى ال 14 شهر دول، هتجد انه اول ما تحصل اي توحد للقوى الثورية الرد فعل بيبقى حاجتين، اما مذبحة او ازمة رهيبة جدا، او دق اسفين بين الشقي الحركة الثورية. يعني يتعمل حاجة والقصد ايه، ان انت تعمل حاجة وبعض الناس يعني تنجذب ليها بحسن نية او بسوء نية او بانتهازية او باي شيء، انما في واقع الامر ان انت الليبراليين او اليسارين يعملوا حاجة فالاسلاميين يبقوا ضدهم فيردوا عليهم، يعني ده اللي حصل على طول، واخد بال حضرتك؟ طب هل ممكن الازمة تكون في اتجاه اخر؟ المشكلة دي تبقى مثلا في الجمعية التأسيسية اللي كتبت الدستور؟ لا، التصرف بتاع اللي المعلن حتى الآن من حزب الحرية والعدالة اللي هو الإخوان المسلمين تصرف ناضج جدا، اللي هو يعني اللي القضاء هيقوله هيمشي بس كده، وده أوقف بقى الموضوع. ما هو كان الموضوع يكمل، ما هو احنا للأسف يعني بعض الشخصيات اللي هم تراجعوا عنها، انما ابتدى يبقى الكلام اول يوم كأول رد فعل على حكم بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية، ابتدى الكلام يبقى نظام سيد قراره اللي هو مجلس الشعب ما أعلى، ومش علما ان دي لجنة إدارية مش برلمانية كما قال أساتذة القانون، يعني على أساس الأساتذة صدر الحكم، على أساس ده صدر الحكم. إنما الحقيقة ان الدكتور الكتاتني قال انه الموقف الرسمي هو ان احنا هننفذ حكم القضاء مهما كان. طلع المستشار الخضيري وقال لابد من تنفيذ حكم القضاء، كده انت قفلت باب يعني الفتنة او باب الصراع الذي وفتحت بيشير باب جديد لدولة قانون فعلا طبعا، ويشير غبار. اصل انت عارف حضرتك زي ما يكون في شيء هما مش عايزيننا، الذين يديرون هذا البلد مش عايزيننا نشوفه، واخد بالك؟ فبيصير غبار دايما. الغبار ده بيجي من الصراعات دي، يعني ان انا اسيب، وبعدين بعض الناس بتنساق في هذا الموضوع بحسن نية، بس في واقع الامر انه اكرر ان مشكلتنا ليست مع لا الاسلاميين ولا الاخوان ولا السلفيين ولا الجماعة الاسلامية ولا اي حد. هؤلاء مصريون لهم حقوق كاملة، اشتركوا بدرجات متفاوتة، الاخوان المسلمين اشتركوا في الثورة بدرجات متفاوتة، اشتركت الحركات الاخرى او الافراد منها، الثورة كانت ثورة كل الشعب المصري. يبقى انا النهارده مع دول هؤلاء اختلف معهم سياسيا كما اريد، ولكن اختلف بعد ما ابني دوله ديمقراطيه مش قبليها. ما انا النهارده لما اختلف معاهم واحنا ما بناش الدوله، لم نبني الدوله الديمقراطيه، يبقى لن نبني الدوله الديمقراطيه، هنظل نختلف كده، هنظل عايشين تحت انقاض النظام الاستبدادي اللي احنا هدمنا نصه. لا، نتوحد حتى ننجز الدوله الديمقراطيه، والاصل في الديمقراطيه الاختلاف مش الاتفاق كما تعلم. الاصل ان انا ليا وجهه نظر والاخوان ليهم وجهه نظر تانية، وان احنا خصوم سياسيين وممكن نبقى اصدقاء جدا وخصوم سياسيين في البرلمان، دي الديمقراطيه الحقيقيه. وبالتالي احنا دلوقتي لابد من توحيد الصف للضغط على المجلس العسكري، كلام واضح جدا، من اجل عدم انتاج النظام القديم. والقانون ده انجاز عظيم جدا، كلنا نقف وراه، قانون العزل السياسي. لو ما تصدقش من المجلس العسكري، بص، الذي يحسم الموضوع هو الميدان، مش عايز تصدق على القانون ماشي، واحنا ما كانش هو كان في قانون يلزم المجلس العسكري بان هو يقدم حسني مبارك للمحاكمه، ما قعد شهرين بيستجم، واخد بالك؟ انما لما نزلنا وكنا يد واحده حصل ايه، ان هو يعني انا دخل الأفضل. ده بالظبط كده، فلا بد من التوحد، والا انت كده يعني احنا اي شخص الحقيقه يعني يتخاذل او يتقاعس عن الضغط السلمي من اجل عدم اعاده انتاج النظام القديم، او من اجل استبعاد رموز النظام القديم، يبقى بيخون دماء الشهداء قولا واحدا. الشهداء دول ما ماتوش، يعني الدكتور احمد حراره ده يعني ما راحتش عشان عمر سليمان يبقى رئيس الجمهوريه،
واحمد شفيق بناء بتاعه، يعني منتهى الاستخفاف بالثوره المصريه وشهدائها. يعني يعني وكانك تعامل شعبا من الاطفال المتخلفين كمان. يعني انا تعالي للاطفال في سن 6 سنين هيقولوا لا مش ممكن عمر سليمان يبقى هو الا لو كانوا بيعانوا بقى عندهم يعني اعاقه ذهنيه او حاجه. انما اي طفل في سن 6 سنين انتوا عاملين ثوره ليه؟ عشان نشيل نظام مبارك. طب شيلنا مبارك نجيب نائب مبارك؟ هل يجوز في ثوره في العالم ان انت بعد ما تعمل وتقدم شهداء الثوره المصريه قدمت شهداء تكفي 3 ثورات تمام؟ والاف الناس عينيها راحت. كل ده علشان اتبنى اختيارات حسني مبارك. حسني مبارك كانت اختياراته ايه؟ عمر سليمان مش كده؟ تفوضت عمر سليمان نائبا للرئيس، احمد شفيق رئيس وزراء. وكان من صنع فينا هذا المخطط ده عايز يعلمنا الادب بالظبط. كلام حسني مبارك هو اللي هيمشي عليك. مش انت عملت الدوشه دي كلها؟ طب انا بقول لك بقى في النهايه ان اللي قاله رئيسك او رئيسه هو يعني مين هو بقى؟ حسني مبارك. ما هو رئيس المجلس العسكري حسني مبارك. اللي قاله رئيس هو اللي هيمشي على الشعب، واخد بالك؟ بعد كل ده لن نخرج من اطار اختيارات حسني مبارك. هذا الكلام لا يمكن السماح به تحت اي ظرف من الظروف. اللجنه بقى 26 كلها دي اجراءات، ان هو ممكن يقعدوا لغايه بعد 26 ابريل يعملوا قبل 26 ابريل. من يحسم هذا الموضوع ومن يحمي الثوره هم الملايين الذين تدفقوا. والراجل اللي جبته النهارده في البرنامج راجل لطيف جدا، اللي هو شخص بسيط ولكن حد الذكاء، انسان مصري علي وعلي علي. قال له يعني نشيل علي عشان نحط علي عليه وخلاص، يعني في منتهى البلاغه، واخد بالك؟ فده لن يسمح بيه، ومحدش يقول لنا الاجراءات. والناس اللي طالعه طبعا الاعلام الحكومي قبل ما اجي طبعا، الناس الذين كانوا يتهمون الثوار بالكنتاكي وبالفلوس والبتاع طلعوا تاني النهارده يقولوا عمر سليمان، يقولوا طب يا جماعه ما تسيبوا، انتوا مش ديمقراطيه، ما تسيبوه. نسيبه ازاي؟ طب ما تحقق انت في البلاغات اللي ضده طالما انت ديمقراطي قوي. ما تحقق في البلاغات الاول ها وتبرئه وبعدين ترشحه، واخد بالك؟ وبعدين القانون يتعمل عشان شخص واحد؟ يتعمل عشان شخص واحد. ايوه القانون يتعمل عشان شخص واحد، لان هذا الشخص ليس شخصا. يعني بمعنى ايه؟ انا مش عايز اطلق واحد من مراته. انت واخد بالك؟ ده نظام كامل، ده رئيس مخابراته. يعني انتهى البيان، يعني ده لو جه تاني خلاص انتهى الموضوع، واخد بالك؟ لان هو ده المهندس الاكبر لنظام مبارك. فهنا يتعمل ضده، يتعمل ضده قانون ولا يعبنا اطلاقا. ده احنا كتر خيرنا في هذه الثوره انها ثوره سلميه حتى الان، وانها وهتظل سلميه ان شاء الله، وانك انت كنت تطالب ومبارك بيضربك بالرصاص، والكلام ده احنا عشناه مع بعض ها، كنت تطالب بمحاكمة مبارك وليس قتله. شوف حضارة الشعب المصري، يعني مش عايز أقارن بناس تانية، بس شوف حضارة الشعب المصري. كنا نقتل بالرصاص يا أستاذ عبد الرحمن وكنت معنا، واخد بالك؟ والناس بتقول لابد من محاكمة مبارك مش قتله ولا إعدامه. شوف الحضارة، أن الشعب المصري يلجأ للعدالة حتى وهو يقتل. فيقوم يبقى جزائنا أن أنت تجيب عمر سليمان رئيس ونائبا السيد شفيق. طيب أنا من خلال متابعتي وقراءتي لحضرتك شايف أنك متفائل على المدى البعيد، لكن على المدى القصير هل تتخيل أو تتوقع، من باب حتى خيال الروائي المبدع اللي تعودنا عليه، أن احنا نوصل للحظة الصفر ونبتدي من أول وجديد تاني؟ لا أنا متفائل، لأن الثورات لا تهزم، هي تتعطل. لأن الثورة تغير إنساني بالأساس، وبعدين التغير ده حصل في الناس بس كده، وبعدين بينعكس كما تعلم في اداء سياسي. انما هو المبارك زور انتخابات بقى له 30 سنه. الحقيقه ان الانتخابات بتتزور في مصر بقى لها 60 سنه عشان نبقى في منتهى الصراحه، ها ما حصلش رد فعل. الناس اتغيرت، لما الناس اتغيرت رؤيتها اتغيرت وتحملها اتغير وادائها اتغير، وبالتالي التغير الانساني ده هو ده انجاز الثوره الذي يحميها بعد إرادة ربنا يعني. إنما يحمي اللي هو التغير الإنساني، وده اللي مش فاهمه، لا كان فاهمه مبارك ولا واضح بالنسبة للمجلس العسكري ولا واضح بالنسبة للحكومة، اللي هو يعني في تفصيلة كانت لطيفة جدا، إن الميكروفون في حكومة شفيق مرة اتفتح ف
فكان شفيق لو تذكر هذه القصة بيكلم أحد الوزراء فبقول له الشعب ده جرى له إيه؟ الميكروفون ظل مفتوحا. على فكرة السؤال ده أعتقد أنه هو لسه بيطرح لغاية دلوقتي. يعني هلا هذا يعني أنا أصدق إن ده فعلا سؤال بالنسبة لهم لأن هو مش متعود على كده. أنت وبعدين كل النظريات بقى إن دول إخوان وده مش عارف إيران وقطر عملت وكل الكلام طبعا يسقط ما يعني لا يستحق مناقشته. وبالتالي هو مش فاهم ان التغير ده هو الذي ساهم في الثوره. الثورات ما بتتهزمش ولكن التاريخ بيعلمنا ان الثورات ممكن تتعطل واحنا تعطلنا. انما طول ما انت عندك القدره على تعمل اللي انت عملته النهارده واخد بالك يبقى الثوره منتصره ومستمره والموضوع باذن الله مساله وقت. بدايتنا من الصفر يا ريت يعني اذا كنت نبتدي على شيء جديد صح ويا ريت كل التركيبات من اول التعديلات الدستوريه حتى الان غلط كلها. يعني احنا قاعدين من غير دستور واخبار حضرتك ومش عارفين ده صلاحياته ايه وده صلاحياته ايه واللجنه دي محصنه ولا كانها حاجه عجيبه جدا لجنه ما. وبعدين تناقض في الاعلان الدستوري غريب جدا وغريب الحقيقه انه يعني غريب ان اي حد يدافع عنه. الماده 21 في الاعلان الدستوري بتقول من التقاضي حق اصيل من حقوق المواطن المصري بعدين تحرمك منه لا يا فندم لم يكتفي بهذا قال بعد التقاضي حق اصيل المواطن المصري راح مكمل بقى ولا يجوز تحسين اي قرار اداري باي شكل من الاشكال وراح جاي في الماده 28 محصن القرارات الاداريه بتاعه اللجنه. يعني تناقض عجيب جدا. فكل البنيه القانونيه والدستوريه اللي عقبت الثوره اللي احنا المفروض بنلجا اليها للتغيير ومفاصل الدوله يا دكتور علاء مفاصل الدوله المصريه ما زالوا موظفين عصر مبارك بعقليتهم وتحيزاتهم يا فندم في السياسه وفي الاقتصاد وفي كل مكان كان هناك وفي الامن في مسرحيه الألبير كاميو كما تعلم اسمها سوء تفاهم. احنا كنا في المسرحيه سوء تفاهم ازاي بيحصل ايه ان حضرتك انا فاهم ان انت فاهم حاجه وحضرتك فاهم ان انا فاهم حاجه واحنا الاثنين في مكان واحد وبنتكلم كل واحد حسب هو فاهم ايه بالظبط. فاحنا حصل سوء تفاهم زي لغايه ما تيجي لحظه التنوير بالظبط بتاع ألبير كاميو من الاول خالص. انا فهمت كثوره انه اولا احنا كنا 20 مليون واحد يوم 10 فبراير بناء على تقديرات سي ان ان ال 20 مليون دول خلعوا حسني مبارك لغايه اخر لحظه كان بالذات عمر سليمان وشفيق بيقول انسوا موضوع ان مبارك يمشي ولكن فرضت هذه الاراده. لو ال 20 مليون دول كانوا فرضوا اراده اخرى على انه المجلس العسكري يبعد ويظل في القوات المسلحه ويبقى اللي بيتولى او يتعمل مجلس رئاسي او اي حاجه لكان لهم ما ارادوا. احنا تركنا الثوره امانه على مكتب المجلس العسكري تمام. والسوء تفاهم كان ايه؟ انا متوقع ان ازاله مبارك عن الحكم هي الخطوه الاولى لازاله نظام مبارك بالكامل. هم فاهمين العكس بقى ان دي الخطوه الاخيره. هو فاهم هو اضطر لقبول ازاحه مبارك من اجل الحفاظ على نظام مبارك. فده سوء تفاهم بقى بتاع كاميو واخبار حضرتك. وبالتالي احنا متوقعين ان هو هيعمل الحاجات بتاعتنا وهو مستغرب جدا ان انتوا بتطلبوا ايه؟ انت واخد بالك؟ لغايه لما وصلنا لدرجه ان احنا بقى فهمنا، يعني طبعا ده خد وقت زي ما قلت سيادتك. وبالتالي انت سبت نظام مبارك زي ما هو وبترشح نائب مبارك ومحصن اللجنه ها؟ وعايزنا نصدق وطبعا معطل البلاغات اللي ضده وضد الاخ شفيق وعايزنا نصدق بتقول خلي الصناديق، صناديق ايه؟ صناديق ايه؟ هو انت جهاز الدوله ده كله الراجل ده عمل 40 الف توكيل في يومين ازاي؟ يعني اسمح لي ازاي يعمل 40 الف توكيل في يومين الا لو كانت مكنه الدوله المصريه المستبده اللي هي كانت بتعمل لمبارك بتشتغل له. كيف ازاي يروح مشهده وهو عمر سليمان رايح يقدم اوراقه وحواليه الشرطه العسكريه وقائد الشرطه العسكريه وقيادات الامن اللي احنا ما بنشوفهمش خالص والشرطه العسكريه بنشوفها لما بتسحل الناس واخبار؟ اشمعنى ده؟ لانه ده هو فعلا هو ده رجل الدوله بتاعهم وهو رئيسه اللي هو مبارك واخبار. فالنهارده لما تيجي هترشح عمر سليمان وهتنزل الموظفين بالامر في الاوتوبيسات ده مشهد شفناه من الثوره قامت عشان المشاهد دي
وهتنزلهم يصوتوا. لما هتقول لي أسر سواء الشرطة سواء القوات المسلحة وتملك ان انت تعمل لهم الامر ده انهم ينزلوا يرشعوا عمر سليمان، فين بقى فين الديمقراطية وفين البتاع؟ وبعد كده لما اجي اعترض عندي اللجنة، واللجنة فيها المستشار عبد المعز. الله اكبر. طب ما خلاص طب ما خلاص. لا لا مش هينفع. الثورة دي قامت علشان المناظر دي كلها ما نشوفهاش تاني. عايزين البلد تبقى نظيفة. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا بالظبط بالظبط بالظبط. طيب خلينا يعني نفتح طاقة أمل كده. حزب الثورة. ايه القصة؟ حزب الثورة نشرح حزب الثورة فكرة. برضو انا بأؤكد هنا انه حزب الثورة ده فكرة جامعة، وكانت الموضوع انه الناس الثوريين موجودين في كل حتة وبيتضربوا ولا يوجد من يمثلهم وبيتضربوا بسهولة، ولو كان الحزب ده او الكيان او جمعية للثورة تجمع كل الثوريين كانت اتشكلت قبل كده، ربما كنا وصلنا لنتائج افضل او بالتأكيد. صحيح. لانه انت كنت هتقعد مع المجلس العسكري وتقول له والله مطالب الثورة كذا. فهذا الحزب اللي وكيل مؤسسي الدكتور محمد البرادعي هو الحقيقة يجمع كل الطيارات، وهو اهم شيء بالنسبة له في العضوية هو علاقتك بالثورة. يعني حتى الان في اسماء المؤسسين في اخوة سلفيين واخد بالك، وفي اخوان مسلمين طبعا سابقين لانه لا يسمح تنظيم الاخوان بين واخد بالك، وفي يساريين وفي اشتراكيين ثوريين وفي ناس عاديين جدا وفي شخصيات عامة. يعني نحن عندنا امل ان انت تعمل تجربة الوفد بتاع سنة 19. رؤى هذا الحزب وتصوراته لمستقبل مصر هنعرفها مع الدكتور علاء الاسواني، ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا. اهلا وسهلا بكم مرة تانية، وما زلنا مع الدكتور علاء الاسواني كاتبنا وروائينا الكبير في صفحة الرأي، نحاول أن نعرف رأيه في ما يحدث حاليا على الساحة السياسية. دكتور علاء، كنا بنتكلم عن حزب الثورة، وحضرتك بتكلم على أنه الأمل أن يكون تجربة زي تجربة حزب الوفد بعد ثورة 19، ولكن هناك من يطرح أنه الأسماء اللي موجودة حاليا كمؤسسين للحزب ممكن تكرر تجربة حزب زي حزب الجبهة، أنه هيكون حزب نخب ومش هيقدر ينزل للناس. فما هو يعني تصورك في حاجة زي كده؟ هو لو احنا طبعا ده غير صحيح، بس أنا عايز أحط الكلام في سياق أن أنت لو فكرت احنا خدنا بس على تسمية حزب الوفد، إنما لو فكرت بعيدا عن الألفة بتاعتك وبتاعتي وبتاعت مصر كلها مع حزب الوفد، هتجد انه تسمية الوفد غريبة جدا على الحزب. يعني مفيش حزب اسمه الوفد في العالم، لان الوفد ده مش عمل الوفد، فبقى بالظبط هي دي. لا دي الوفد اللي كان رايح يقابل الانجليز ويكلمهم على الاستقلال. طبعا كما نعلم ودرسنا في التاريخ ان ناس راحت معاهم سعد زغلول يقولوا للانجليز ان انتوا وعدتونا بعد الحرب العالمية الاولى ان انتوا تمشوا، فقالوا لهم انتوا مين، فاتعمل توكيلات لسعد زغلول، فاتعمل الوفد الذي يفاوض الانجليز. الوفد ده كان فيه طيارات كلها، لان القضية كانت قضية الاستقلال. بعد ما انتصرت الثورة واتعمل تصريح سنة 22 واتعمل بعد كده الدستور 23 والثورة المصرية على ما في على فيها يعني عيب واحد اللي هو موضوع ان الملك يستطيع ان يحل البرلمان، انما الثورة المصرية حكمت سنة 24. الوفد ابتدى بقى من العشرينات، الوفد ابتدى ينقسم على أساس المصالح الطبقية والاتجاهات الأيديولوجية، فخرج منه ناس يعني واخبار، يعني في ناس مثلا ما تعرفش ان اسماعيل صدقي كان في الوفد واخبار حالتك، انما لما لقى ده راجل اقطاعي، فلما لقى ان الوفد هيبتدي يخش في سموه حزب الجلابيب الزرقاء لانه بيتجه يسارا راح نطط منه. وبعدين دخول فؤاد سراج الدين بعد كده جاب الوفد لليمين تاني، فاتعملت الطليعة الوفدية وخبال حضرتك اللي هم يساريين بس وفد. بس هنا في نقطة مهمة جدا، وده الخطأ اللي حصل عندنا برضو يعني كثوريين لابد ان احنا نعترف بأخطائنا، ان انت عملت احزاب على اساس ايديولوجي
وكأن الديمقراطية قد قامت. يعني أنا أبدأ أعمل حزب يميني وحزب يساري وحزب تروتسكي اشتراكي لما يكون في ديمقراطية. السيستم نفسه موجود. السيستم موجود، إنما أنت عملت الأحزاب قبل أن تقيم الديمقراطية. والنتيجة إيه؟ إنها لم تكن بالفعالية المطلوبة. استقطاب واحتقان، بينما الأحزاب دي ما بتقومش بدورها. بالضبط. ما أتمناه من حزب الثورة هو إنه الناس كلها تبقى موجودة في الثورة حتى تتحقق أهداف الثورة وتقام الديمقراطية. بعد كده بقى الناس اللي عايز يتفك ويعمل حزب يمين يسار وحر. إنما حزب الثورة ده كما أتمناه هو وعاء جامع لكل الثوريين من كل الاتجاهات علشان ننفذ أهداف الثورة التي يتم التأمر عليها وإجهاضها. هي دي النقطة. زي نفس فكرة الوفد، إنه كانت القضية استقلال مصر، الغني والإقطاعي مع استقلال مصر، والفقير والعامل مع استقلال مصر. لما مصر استقلت وتعمل، ابتدى الإقطاعي يحس إن لا، طب ما نعمل حزب يدافع عن مصالحي. انت واخد بالك؟ فدي نقطة. النقطة التانية، اتهام اولا هيئة المؤسسين لم تكتمل. ثانيا معانا ناس، معانا مثلا النقابات المستقلة كلها، ودي طبعا عندها يعني قاعدة العمالية كلها معاها، واخد بال حضرتك؟ بنضم ناس من الفلاحين، من نقابات الفلاحين المستقلة ايضا، بحيث ان وزي ما قلت، وبالتالي ما هواش حزب نخب. لا 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 طبعا، انت عليك ان انت يعني تتعايش مع مدفعية ثقيلة من نظام مبارك، لان هو اللي انت بتعمله ده انا في تقديري زي توحد، وليس بعيدا عن فكرة المليونية الموحدة للثورة بتاعت النهاردة. فكرة ان انت تعمل اطار جامع للثورة عشان يحقق اهدافها، هو بالضبط ما لا يريده نظام مبارك. يعني هو عايز اي حاجة تانية، اعمل اي حاجة تانية هيبقى سعيد قوي. انما فكرة ان انت تقعد السلفي مع الشيوعي ويبقوا اصحاب وحبايب علشان الثورة تكتمل، ده بالنسبة له ده كابوس. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب انا سعيد جدا اولا ان انا عرفت المعلومات دي، وانه مسألة ان هو سيكون حزب نخب وايضا حزب طبقات المجتمع المصري كله. حضرتك خلال كلامك تحدثت عن أخطاء الثورة. طيب ماذا حدث أو ماذا فعلت الثورة المصرية من أخطاء أيضا؟ خلينا طالما احنا كلنا عمالين نعترف بنطالب الإخوان ان هم يعترف، خلينا نعرف احنا غلطنا في ايه المسيرة. يعني آن الأوان ان احنا نبص ورانا شوية ونشوف الطريق اللي قطعناه دوت تعاملنا مع مطباته ازاي. هو في خطأين. يعني انا كتبت، انا عندي كتاب اسمه هل اخطأت الثورة المصرية. نعم. اول خطأ هو ان انت انصرفت من الميدان، من الميادين بدون تمثيل للثورة، وبالتالي تم يعني ايه، يعني فرق دمك بين القبائل، لان انت مالكش صاحب، انت واخد بالك. وبالتالي لو كنت الثورة، وكان هناك للامانة عشان الواحد يعترف، كان مثلا انا كنت يوم 11 فبراير في الميدان، الميدان كان فيه لان نزلت ناس تحتفل، الملا قل عن 4 مليون واحد في ميدان التحرير، كان فيه مثلا 30 ألف واحد بيقولوا اللي بقوله ده، اللي هو كان رأيهم صح انه لا ننصرف من الميادين قبل تكوين لجان للثورة في كل ميادين مصر، تنتخب 4-5 اشخاص يبقوا هم دول اللي بيقعدوا مع المجلس العسكري تنفيذ اهداف الثورة، وبقولوا المجلس العسكري والله معلش. حضرتك قلت الكلام ده؟ لا مش انا اللي قلته. انا الحقيقة كنت من الطرف المخطئ. انا برضو واخد بالك. اعتقد ان عدد الناس اللي كانوا بيقولوا ما تمشوش قليل جدا، قليل جدا، وكان ينظر لهم في، يعني لن انسى انه كان ينظر لهم في هذه الفرحه العارمه نظره ايه، يعني المتزيدين يعني او المزيدين، او يعني يا جماعه مش قوي كده الراجل مشي وبتاع. دي نمره واحد. فده خطا، بس ده برضو ليه دلاله. الخطا ده ليه دلاله، وهو انه في هذه اللحظه ما كانش في اي حد عنده اي طمع في السلطه ده خالص، لان احنا في اللحظه ديت الثوار لو ارادوا ان هم، يعني مع احترامنا الشديد، ان هم يشنقوا اي اتخن تخين في البلد كانوا جابوه. طبعا طبعا، ولا اي حاجه، نظفنا الميدان ومشينا. دي علامه حضاره وعدم طمع في السلطه. طبعا
انه ما حدش كان عينه على السلطه، السلطه ساعتها كانت اقرب ما تكون الينا. يا استاذ عبد الرحمن، المسيسون كما تعلم في هذه الكتله الثوريه من 20 مليون واحد ما يزيدوش عن 3 مليون بما فيهم بس ما حدش من 3 مليون دولت حاول يوجه الجماهير للبقاء خالص يعني حتى المسيسين من من الكتله اللي تحركت ما كانش ليهم غرض بالظبط، ناس كانوا نبلاء وانصرفوا وعملوا وماتوا ودفعوا عنيهم واصيبوا وبعدين لما تحقق الموضوع خلاص انصرفوا. ده اول خطا. تاني خطا اللي انا كنت قلته ان انت انشات احزاب وجماعات على اساس ايديولوجي قبل ان تنجز الثوره اهدافها، وبالتالي بقى من السهل جدا ان انا استقطبك او اصنع بين لانه الاصل في الديمقراطيه الصراع. فانت عندك ناس يمينيين وناس يساريين وناس اسلاميين وناس مدنيين علمانيين، او ما بحبش كلمه علمانيه دي لانها بتتفهم غلط، انما يعني ناس مدنيين. وبالتالي لما اتكونت ده على هذا الاساس بقى سهل قوي ان ايه لمن يريد شرا بالثوره انه يضرب الناس في بعضهم، واخد بال حضرتك. ثالثا بقى طبعا هناك اخطاء في الجانب الاسلامي بلا جدال، او بالذات الاخوان لانهم اكثر خبره وسأنا يعني لن اتحدث عنها لان الراجل الناس طلعوا قالوا خلاص احنا اخطانا وبتاع. كان هناك اخطاء لانه حصل تحالف مع المجلس العسكري وكانت وجهه نظرهم ودار بيني وبين اصدقاء الاخوان المسلمين ان هم بيقولوا لا انتوا في المظاهرات، انا بلومهم على تخليهم عن المظاهرات، فهم بيقولوا لا احنا عايزين نوصل للبرلمان وهتشوف. قلت له لا مش مهم توصل للبرلمان، المهم توصل للبرلمان ازاي. بس ده خلاص ده انتهى لن اتحدث فيه مره اخرى. واخباء انا بقى الخطا الرابع قد يحدث الان اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه بقى اللي هو انك انت ما تقدرش كثوري ما تقدرش انه هذه لحظه وحده. انك انت تقول فنفضل مشغلين مكنه الخلاف بالظبط من غير ما نزيتها بزيت التوحد. هذه لحظه وحده ونقطة واحدة ولا كلمة لا تطلب من الناس اللي هم انت كنت ضدهم. دخلت في هذا النقاش مع بعض الثوريين امبارح، دول يا دكتور علاء سابونا في محمد محمود وبيتكلموا على الاخوان. قلت له يا صديقي العزيز القضية ليست الاخوان المسلمين، انت لا تريد ان تنزل مع الاخوان المسلمين، انت نازل تساند الاخوان المسلمين نفسهم ولا نازل تساند الثورة والاخوان معاك في كتفك. فدي نقطة مهمة جدا. هل من ضمن المفارقة ديت برضو مسألة المقارنة بين ترشيح عمر سليمان وترشيح خيرت الشاطر؟ لا خيرت الشاطر دي قصة تانية. خيرت الشاطر وكأن الاثنين خطر على الثورة بنفس هو الدرجة لا ده ما يراد بك مش كده مش طبعا طبعا ده هذا اللي يراد هو إعادة طرح النظام زي ما قلت لحضرتك. بالنسبة لموضوع رومانيا احنا عندنا عنصر اللي هو الفزاعة الإسلامية، ده ما كانش موجود في رومانيا طبعا، واخد بالك؟ فهو ايه عمل الكتالوج الروماني وحط لك فزاعة إسلامية كمان علشان مثلا يضمن. انت دلوقتي تفهم ايه الكنائس اللي اتحرقت دي كلها وازاي تتحرق ومتصورة فيديو والناس اللي بتحرقها وشوشهم طالعة ومحدش قبض عليهم، وليه لما الكنائس دي كانت بتتحرق كنت بتبعت مع احترامي ليهم طبعا شيوخ سلفيين هم اللي يروحوا يحلوا الموضوع عشان ترسل رسالة نوعها ايه للقبض، ان خلاص يعني ان انا او المتطرفين كما قال حسن مبارك ان انت عايز توصل للقبض انه خلاص البلد بقت في ايد السلفيين، وايه ان انا افتح الاهرام وكل ده دي تفاصيل اللي بتوريك لحظة التنوير. ها ان انا افتح الاهرام فلاقي صفحة اولى فوق، دي صفحة اولى فوق دي المفروض تبقى حاجة كبيرة جدا، واحد ودنه مقطوعة واخد بالك ويقول لك ايه السلفيون يقطعون اذن قبطي تنفيذا لحدث للشريعه. الشريعه ما فيهاش قطع ودن اولا. ثانيا هو كل واحد ربى دانه يبقى سلفي؟ طب ما دي سهله قوي، دي بتاخد من اي واحد 3 ايام. اي مخبر في امن الدوله هيربي دانه يبقى سلفي، تمام؟ دي نمره 2. نمره 3 الراجل اللي طلع في الصفحه الاولى ده اولا تبين ان القصه دي غير دقيقه، دي نمره 1. نمره 2 انا استطيع ان اقولها غير دقيقة كطبيب لان الجرح بتاع الودن كان بقاله فترة طويلة حتى في الصورة. نمرة 3 ما عملتش اي حاجة في النيابة، ليه ما عملتش ليه في النيابة وجبت قاعدة عرب وبتاع وخلاص، هو دي خناقة في ماتش كورة ده واحد ودنه اتقطعت. كل ده يفزع القبط طبعا،
لان انا او انت ممكن في اي لحظه نبقى اخوان. هو مش هيضرب اخوان انت واخد بالك يعني. ما عندوش اوبشن انه يخش الجماعه الاخوان. انت خلافك على ارضيه واحده يعني بمعنى ايه؟ طيب خلاص يا سيتي انا ممكن ابقى اخوان ما حصلش حاجه. انما هو بالنسبه له لا هو في حته تانية خالص. فاللي حاصل ايه؟ هو بيعمل ده كله ليه؟ علشان في لحظه التنوير دي يقول لي ايها القبطي اللي اتحرقت كنايسه واللي اتقطع ودانه واللي اتعمل وكمان مسبيره واللي انا طلعت المذيعه الشهيره تقول الحقوا ده المتظاهرين الاباط بيضربوا الجيش. كل ده كل دي تفاصيل في مخطط عشان لحظه التنوير. النهارده بقى هو متوقع ان 8 مليون قبطي على الاقل يصوتوا لعمر سليمان وده لن يحدث برضو. يعني هي دي نقطه برضو ان الكتالوج مش شغال صح يعني ما بيجيبش نفس النتائج. فهو بيرسم كل الموضوع ده عشان يقول لك التطرف ولا خيرة الشاطر. خيرة الشاطر الجماعة اللي اولا هي من حقها ترشح زي ما هي عايزة. هو كل الموضوع ان هي رشحت وهي وعدت بعدم الترشيح وهو وعد بعدم الترشيح. دي نفس النقطة. انما هي جماعة اذا كان اي حد بترشح اذا كان يعني عمر سليمان بترشح فمن حق جماعة الاخوان المسلمين ترشح. ويعني خيرة الشاطر لم يكن رئيس المخابرات ولا نائب حسني مبارك واخد بالك فمن حقه يترشح. انما هي المشكلة هي انها وعدت عكس ذلك والمشكلة ان في تعاطف وانا طبعا نحط الموضوع بالظبط. انما لا هو بيزوده جدا علشان يحطك امام هذا الموضوع. طيب احنا للاسف وقتنا يعني فاضل فيه دقائق معدودة. حضرتك المخرج من اللي احنا شايفينه ده كله ايه؟ نعمل انتخابات رئاسة ونعمل دستور وفقا لقواعد عادلة ولا حضرتك شايف ايه اللي مفروض يحصل؟ هو حضرتك اللي برضو من ضمن التشويش اللي بيحصل لا توجد في اي ثورة شرعية لمؤسسات موجودة الا لما الثورة تحقق اهدافها. بمعنى ايه؟ لما قامت ثورة يناير ما كان في مؤسسات. ما هي ثورة يناير بالقانون بالمسطرة ضد القانون طبعا. طبعا. طبعا ضد قانون التظاهر وضد قانون كل حاجة. الرسل والأنبياء كانوا ضد القوانين يعني. واخد بالك؟ طول ما الثورة ما حققتش النظام الذي قامت من أجله تظل الشرعية الأصيلة للثورة تمنحها وتحجبها عن أي مؤسسة تبقى لأهداف الثورة. يعني أنا كنت أرى وكتبت هذا وفرصة إن أنا أراجع نفسي وليس مش عيبا يعني هو ده واقع الأمر. أنا قلت إن مجلس الشعب لا يعبر عن هذه الثورة وليس مجلس الثورة وده كان رأيي. الحقيقة لو مجلس الشعب أول مرة أحس إن مجلس الشعب هو مجلس الثورة كان امبارح خلاص. ولو استمر على كده سيكون مجلس الشعب بامتياز إذا استمر هذا مجلس الثورة بامتياز إذا استمر على هذا الموضوع. يعني إيه؟ الشرعية للثورة الأصيلة وهي تمنحها للمؤسسات إذا التزمت بس. عملنا بقى النظام الديمقراطي وأقامنا الدولة التي قامت الثورة من أجلها يبقى في الحالة دي أنا بقى إيه خلاص الثورة بقى بنسلم على بعض كل واحد يروح بيته وإنت عندك نائب في البرلمان ونتحول لدولة ديمقراطية. مصير المجلس العسكري يا دكتور خير إن شاء الله. خير إن شاء الله يا صديقي العزيز. أنا هذا الشعب عايز يعيش حياة نظيفة. احنا نستاهل احسن من كده. احنا عملنا الثورة الحقيقة يعني ناس كثيرين جدا من اللي فقدوا عيونهم زي الدكتور احمد حرارة واخرين وفقدوا حياتهم ما كانش عندهم مشاكل حياتية مخبله. احنا كانت ناس مرتاحة ومبسوطة كل حاجة. احمد حرارة دكتور سنان وعنده عيادته وعنده مخبله. الفكرة ايه؟ احنا عايزين يبقى البلد نضيف. عايزين نسيب بلدنا نضيفة لاولادنا. عايز ابني او بنتي او لما يكبروا واخبال حضرتك يبقوا محترمين ما بيخافوش من البوليس ما حدش يضربهم ولا يعذبهم ما حدش يزور ارادتهم ويبقوا هما واكبر واحد الكناس في مصر ورئيس الوزراء امام القانون سواء. احنا عملنا الثوره عشان كده واخبار حضرتك. المجلس العسكري ارتكب اخطاء جسيمه على الاقل وهو مسؤول سياسيا ارتكب هو عندي دليل انه ارتكب هذه الاخطاء وهو مسؤول سياسيا عن جرائم دي حاجه تانية بس دي مسؤوليه سياسيه الا ان يتم التحقيق فيها. هذا الكلام لا يمكن اطلاقا الا انه يتحط محل بحث واخد بالك لما تنقل. يعني اذا كنت انا النهارده اسمح لي من يملك انه يقول انه خلاص المجلس العسكري او مثلا مذبحه ماسبيرو خلاص ما حدش حقق فيها ولم يجرى اي تحقيق حتى الان. من يملك انه يقول ان هل املك انا ان انا اعفو
عن من قتل مثلا مينا دانيال، او اعفو عن من قتل الشيخ عماد او الدكتور علاء عبد الهادي، لا املك ولا تملك ولا يملك احد. اللي يملك ده اهالي الشهداء، واللي يملك ده الشعب المصري كله. وبالتالي لابد من انه القانون يسري على الجميع، بما فيه المجلس العسكري، بما فيه وزير الدفاع، بما فيه رئيس الوزراء. والا يبقى هنرجع تاني، او في الحاله اللي احنا فيها دي، ان انت عمال اجهزه الدوله كلها مجيشه جيوشها عشان يجيبوا والده الشيخ ابو اسماعيل الله يرحمها كانت فين وراحت فين، وسايب الناس والبلاغات بتاعت احمد شفيق وقعت في السكه من مكتب النائب العام لمدينه نصر فقدت. هتنتخب مين في انتخابات الرئاسه؟ الاول اتاكد ان الانتخابات تبقى جايه. انا يهمني الانتخابات قبل كيف الانتخابات بدل ما هنتخب مين الاول. أهم. الاول بالظبط. دكتور علاء، انا بشكر حضرتك على هذه الليله الجميله. الله يبارك في حضرتك، وان شاء الله يكون لينا تواصل دائما في صفحه الرأي مع حضرتك، وفي انتظار روايتك القادمه عن نادي السيارات. ربنا يخليك ان شاء الله، التي قلت لي في الفاصل انها ستصدر قريبا باذن الله. وان انت في اللمسات الاخيره لها. وبشكركم اعزائي المشاهدين على وجودكم معنا، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع صفحه جديده وصفحه الرأي. اصبحوا على خير.